طاقتك العامة لهذه القراءة؟ طاقتك العامة بشكل عام، أنت في وضع تغيير شامل في حياتك، ربما أنت في وضع تفتحة عين، عينك الثالثة قد فتحت، وأنت قد ظهرت لك أمور كثيرة قد كانت غائبة عن تفكيرك ولم تراها من قبل وظهرت لك من جديد، أو ربما أنت في حالة عشق وغرام في هذه الفترة، قد وقعت في الحب ولم تدري كيف، ولا تدري كيف، أو ربما أنت في وضع نفسي صعب، ربما تعاني من مشاكل، تعاني من قلق، تعاني من توتر، تعاني من إحباط في هذه الفترة، هذه كلها احتمالات، خذوا ما يناسبكم من هذه الطاقة. أنت ترى بأن هذا الشخص، ربما كنت أنت قد شعرت بأن كل شيء قد تحطم، ربما كنت في علاقة مع هذا الشخص وكانت حياتكم مستقرة، وقد خرج هذا الشخص كما نرى، لأنك أنت ترى بأن هذا الشخص قد ترك هذه العلاقة ورحل، وأنت ترى بأن حياتك فجأة كانت مستقرة وهادئة، فجأة انقلب كل شيء، انقلب كل شيء رأس على عقب، وأنت الآن تعاني من هذا الأمر، وهذه هذا الأمر قد أتى على رأسك كالصاعقة، لم تحسب له حساب. لماذا حصل هكذا؟ تعاتب نفسك وتحاول أن تكون مع نفسك بشكل كبير، أنت قلق، منهار، تعبان جدا في هذه الفترة. لماذا قد حصل معك هذا الشيء؟ أنت ترى بأن هذا الشخص قد ترك هذه العلاقة ورحل. لماذا؟ الآن سنعرف. هذا الشخص ربما يكون عنيد ومتمسك بأمواله ومتباعد عنك كما قلت. هذا الشخص قد تباعد عنك وهو ينظر إليك ويراقبك، ما زال هذا الشخص يراقبك، وربما كانت قد حصلت بينكما هذه المشكلة بسبب عنده وتمسكه بشيء ما معين. هذا الشخص متباعد، متباعد، ربما يكون في وضع أخذ اختيار بين أمرين، بين شيئين، هو أيضا متواصل معك بالروح. أنت احتمال بأنك أنت أيضا متواصل مع هذا الشخص بالروح، صحيح بأنكما متباعدين وحصلت بينكم مشكلة وقد هو من ترك العلاقة وذهب، ولكنك أنت تفكر به بشكل كبير وهو ما زال يفكر بك، ما زال يفكر بك. هذا الشخص قد قال كلام قاسي، ولكن هذا الشخص ندم على هذا الكلام، هو في وضع ندم من هذا الكلام الذي قاله، أو ربما كان يريد أن يقول شيء وخطأه ولم يقل لك بأنه في علاقة ثلاثية، ربما هذا الشخص قد ترك هذه العلاقة ليس بسبب منك، ربما قد خبأ عنك شيء لم يكن صريح وواضح لأنه في علاقة ثلاثية. الأبراج التي ظهرت معي هي برج الأسد، برج الثور، برج العقرب، برج الحوت، برج القوس، وبرج العذراء. برج الحوت مرة أخرى. كما قلت وبرج الجوزاء أيضا. نأخذ نصائح من الرومانس إنجل. تقول لك هذه البطاقة التوقيت الإلهي في حياتك العاطفية. هذه العلاقة متوقفة على القدر. مصير هذه العلاقة يظهر لنا في هذه البطاقة بأنه قدري من عند الله.
سيحصل رجوع ولكن بوقت قدري لا نقدر أن نعرفه نحن. هذا توقيت إلهي، ربما كنتما محتاجين تحتاجين إلى شفاء، ولن يكون الرجوع قبل أن يحصل أن تحصل على الشفاء. هناك انجذاب بينكما، أنت وهذا الشخص تحبان بعضكما، وهناك انجذاب كبير بينكما. تقول لك هذه البطاقة أنت على حق، وهذه أيضا تقول لك حاول الخروج من المنزل، فالعالم مليء بالإيجابيات التي لم تراها طالما أنت مكتئب، وظهرت لنا أيضا بأنك مكتئب. هذه الورقة، أنت جدا مكتئب، حاول الخروج من المنزل، لا تعطي الأمر أكثر مما يستاهل. فإذا كان هناك قدر من عند الله، سيعود هذا الشخص بالوقت الذي يتم فيه الشفاء، تنسو به ما حصل. فإذا كنت ستظل متمسك بهذا الشيء وبهذا الأمر وستفكر به كثيرا وتظل مكتئب، لن تحصل على هذا الشفاء ولن تجد الحل القدري. اخرج من البيت وانظر إلى العالم ورفه نفسك، اخرج مع الأصدقاء، اخرج من هذه الطاقة السلبية. هذه الطاقة السلبية تؤثر على حياتك سلبا، ولا تقدر أن تصل إلى ما تصبو إليه. إذا بقيت هكذا لن تحصل على ماذا تريد. فهناك مقولة تقول لنا في التخلي تجلي. تخلى، لا نقول تخلى عن هذا الشخص، ولكن ابعده عن تفكيرك. لا تجعل هذا الشخص هو النقطة الأساسية في حياتك، مصب حياتك. ابعده عن تفكيرك وسيأتي إليك بوقت لا تتوقعه، بوقت توقيت إلهي من عند الله عز وجل. هذه قرار، وهذا كله بيد الله، وكلنا كالألعاب أو كالأشياء التي القدرية. أنا أؤمن بالقدر وبالنصيب وبكل شيء في حياتنا، لا يحصل أي شيء إلا بقدر من عند الله عز وجل. فأعطي لنفسك الفرصة واخرج من هذا البيت وعش حياتك وافرح وامرح، وسيأتي هذا الشخص. ربما سيأتي بعدما تخرج من هذه الطاقة السلبية، ربما يأتي إليك شخص آخر أفضل من هذا الشخص بكثير، وتنسى ذلك الشخص. وربما بعد فترة تضحك على نفسك، أنا ماذا عملت بنفسي؟ هناك أشخاص جدا آخرون، وأنت الآن ربما تكون في طاقة لا ترى بها مزايا أو أخطاء هذا الشخص، وبعد فترة عندما تنظر إلى هذا الشخص، عندما تحاول النسيان أو تنسى وتحصل على شفاء، ربما ترى هذا الشخص بأنه يوجد فيه أخطاء كثيرة، وهناك أشخاص آخرين أفضل منه بكثير. فهذه كلها نصائح، وأنتم لكم الحرية إن قبلتموها أم لا. الطاقة لهذه القراءة، أنت في وضع توازن. أنت الطاقة العامة، أنت منهار ومتضايق جدا من هذا الشخص، ومتضايق جدا من هذه الأمور التي حصلت معك، وهذه الانقلابات الجذرية التي غيرت بحياتك بسبب هذا الشخص. ولكنك أنت إنسان قوي، أنت ما زلت متوازن، وما زلت تفكر بهذا الشخص بأنه هو التوأم لروحك، وبأنه هو الذي يكمل عليك حياتك. ما زال موجود في عقلك وفي فكرك، وتعمل وأنت بأفكارك، بهذه الأفكار تحاول أن توازن حياتك، وأنت ما زلت محافظ على توازنك واستقرارك وهدوءك من هذه الأفكار
الجميلة. أنا أرى بأنها أفكار جميلة. عندما يخرج شخص من حياتنا ولا يؤثر علينا سلبا، هو أثر علينا نفسيا أثر علينا، ولكننا نحاول أن نتوازن ونتماسك ونكون في وضع توازن في حياتنا. هذا شيء جدا جميل. أنت إنسان في غاية القوة ومسيطر على نفسك بالرغم من كل الحزن الشديد الذي أراه في الطاقة العامة. أو ربما أنت لا تحاول أن تظهر لنا أو تظهر له بأنك مكتئب. لا تحاول أن تظهر له. أنت تحاول أن تظهر له بأنك أنت ما زلت على حالك، وما زلت إذا كنت في عمل ما زلت تعمل وما زلت تذهب إلى العمل. ربما أنت وهو تعملان في نفس العمل، وربما تظهر له بأنك أنت لم يؤثر على حياتك بأي شيء وأنت إنسان قوي، وتخبئ عنه مشاعرك الأساسية. هذا الشخص هو في طاقة زواج. يبدو بأن هذا الشخص متزوج، وأنت شخص تحب هذا الشخص، وأنت تحب هذا الشخص، وهذا قد قرر الخروج من هذه العلاقة ربما لأنه كان في زواج. وقد ظهرت لنا في الطاقة العامة بأن هذا الشخص في علاقة ثلاثية، ربما كان هذا الشخص في زواج، وأنت ما زلت متمسك به في نفسك. يوجد انجذاب كبير بينكما، وأنت تراه هو الشخص المكمل لحياتك، الذي يتوازن، الذي تتوازن معه في الحياة. واحتمال كبير بأنك أنت وهو تعملان مع بعضكما، أنت وهو تعملان مع بعضكما، وكان بينكما انجذاب كبير وتصارح بالحب، ربما مصارحة أو لم تتصارح. ولكن هذا الشخص بعدما قد أظهر لك بأنه معجب بك وعنده انجذاب كبير بالنسبة لك، قد ترك العلاقة وذهب، وأنت جدا متأثر بهذا الشيء. قد أثرت هذه على حياتك بشكل كبير. مشاعرك باتجاه هذا الشخص، أنت تحاول أن تسيطر، كما قلت أنت في وضع توازن. أنت تحاول أن تسيطر على أعصابك وعلى عواطفك ومشاعرك. أنت تحاول أن تظهر له بموقف بمظهر القوة، تظهر بأنك أنت لم تتأثر، وأنت إنسان حياتك ماشية به وبغيره، حياتك ماشية، وتحاول أن تخفي عنه مشاعرك بأنك جدا مكتئب بسببه. ولكنك أنت ما زلت مسيطر على نفسك حتى الآن. ها هي مشاعرك، وستبقى هكذا. أنت إنسان جدا قوي. هو يرى بأن هذه العلاقة، أو مشاعره بالنسبة لهذه العلاقة، هو يراها بأنها قد ماتت بالنسبة له، قد انتهت هذه العلاقة. أنت نهيت، أو هو الذي نهاها، بأن كل شيء قد انتهى بينكما. هو يراك بأنك أنت، هو يرى بأنه قد فقدك. يشعر بفقدان وحرقة ولوعة. هذا الشخص جدا يحبك، ولكنه لا يظهر لك حبه. هو ما زال متمسك بك. أحب أن أخبرك بأنه ما زال متمسك بك، ولن يتركك، وسيظل وراءك وسيظل خلفك. وإذا أنت تركت هذا الشخص وابتعدت، وهو شعر بأنك قد رحلت عنه وتركت هذه العلاقة، سيندم ندما شديدا وسيركض خلفك ولن يتركك. هذا الشخص يحبك وعنده مشاعر فقدان. هو عندما ابتعدت عنه هو فقدك، هو يشعر بالفقدان والخسارة. أنت بالنسبة له شيئا كان جدا جميل، وهو الآن يشعر بأنه فقدك وفقد هذه العلاقة بينكما.
هذا الشخص ينوي أن يأتي إليك، ينوي أن يأتي إليك ويقول لك، يعبر له لك عن مشاعره. هذا الشخص لا أخفي بأنه إنسان جدا بسيط وطيب وصادق ومحبوب من قبل جميع كل الناس، من قبل أصدقائي، من قبل الأماكن التي يذهب إليها، أهله، جيرانه، مكانه في العمل. هو إنسان ناجح أيضا، متميز، ربما يكون في وضع، في منصب، في مكان عمل ذو منصب، أو ربما يكون مشهور معروف. هذا الشخص عنده نجاحات كبيرة، وهو ينوي أيضا أن ينوي على أن يكمل نجاحاته، يكمل ما بدأ به من نجاحات. هو لن ينوي أن يتخلى عن نجاحه العملي، عن نجاحه العملي بالشيء بالوقت الحاضر، وهو ينوي أن يكمل معك، يظهر لك مشاعره، يتكلم معك عن ما يخفي، ويتكلم معك بشكل صريح وواضح. هذه الخطوة القادمة، هو لا ينوي أن يرجع إلى هذه العلاقة. ربما هو يريد أن يكلمك بشكل واضح، ربما يريد أن يقول لك بأنه يحبك ومتمسك بك ويشعر بفقدان اتجاهك، ولكنه لا ينوي على أخذ القرار بالرجوع لهذه العلاقة. هو هناك مشاكل مع هذا الشخص كما ظهرت لنا في الطاقة. هو مرتبط، هو متزوج، هذا الشخص متزوج ولا يقدر أن يكون معك في علاقة. هو يحبك وعنده مشاعر كبيرة بالنسبة لك، ولكن قد أخذ القرار لابتعاد هذا الشخص، لا يريد أن يعود إلى هذه العلاقة. وهذه العلاقة كما ظهرت لنا هي علاقة مصيرية قدرية، إذا كان في رجوع من هذا الشخص سيكون بقدر إلهي من عند الله عز وجل. وصحيح بأنكما كما قلت يوجد انجذاب كبير بينكما، ولكن هذه العلاقة مرتبطة بالقدر، وهذا الشخص متزوج ولا يريد أن يخرب بيته بيدي. مصير هذه العلاقة ستبقى على حالها، سيتبقى هناك هموم منك ومنه، هو سيبقى متعب هذا الشخص، وسيبقى خجل منك، لا يقدر أن يريك وجهه، وأنت ستبقى متعب طالما أنت ترى هذا الشخص، طالما أنتما إذا كنتما تعملان مع بعضكما وستراه ستظل متعب كلما تراه. هذه العلاقة ستبقى هكذا متعبة للطرفين، أنتما تحبان بعضكما ولا يوجد مجال للزواج، لا يوجد، هناك انجذاب، هناك حب، ولكن هذه العلاقة علاقة قدرية، إذا كان هناك شيء قدر يكون من عند الله عز وجل. تقول لك هذه نصيحة، اخرج من هذه الطاقة، لا تبقى في همومك، وهذه أيضا أنت في طاقة، اخرج من هذه الطاقة الصعبة، اخرج من هذا الحزن العميق الذي أنت فيه، حاول خروج هذه البطاقة، 3 بطاقات تقول لك اخرج، حاول خروج من المنزل، فالعالم مليء بالإيجابيات. انظر إلى حسناتك، انظر إلى ميزاتك، مميزاتك، أنت ربما ترى نفسك عادي بسيط، ولكن حاول أن تراجع نفسك وترى الميزات الموجودة عندك، ربما ترى ميزات موجودة عندك لا تراها في أحد غيرك، في أشخاص آخرين، ربما يوجد شخص آخر، إذا رفعت رأسك ونظرت إلى الضفة الأخرى ستجد المناظر الطبيعية والجمال والأشجار، هناك أمل، إذا عبرت هذه القنطرة ستحصل على ما تريد في المكان الآخر، لا تبقي نفسك هنا،
مكتئب بين أحطام الماضي، بين أشياء الماضي. إذا بقيت متمسك بهذا الشخص وتنظر إليه بنظرة اللوعة والحسرة، لا تبقي نفسك بهذه الطريقة. اخرج، تعرف على أشخاص جدد، أعطي لنفسك الفرصة بأن تتعرف على أشخاص جدد. هذه هي نصيحتي.